غزوة يرموك سدح نين او اصحاب دي نبي محمد كميدا ايا داو حاليسا لغو سو غاري مرقا كيو ريان لغاري وحولي بيه يغو قبتا عكرموها مرقا بيه اللي يدي هل لغو قبتو هل سيو ايو حو مغلي مدكالو كاشي شيو لي بيو مرقا سورة انيو انوان رونة هي اساق لغاري بيه كيبا للا دولي مدي كينا وحو مغلي كو كالو لي بيو مرقا انوان رونة كالا لغاري saddex doodi iyadoo ninna u bihi ka ban oo ninba niga kala u doorbiday u leeyahay isaga la gaara aya saddexdi naftu ka wada dhacday markii aanu handinto walaalkay hanoolaado muslimiintu maanta maxay marayaan aanu hanoolaado aad uska dhimo oo qofka muslimka kala waa walaalki walaalka muslimka hadaad wax taraynin شركاغا امدا كهيس على كل مسلم صدقه واغو مركو بريبو رسول كو يري قفكا مسلم كا صدقه لغا ربا انو ديبو ان لم يجد بيد حدو هيسنا فيعمل بيده غعنتي سو شقكو ابو ربو نبي غو فينفع نفسه ونفتي سنه وحبو طري ويتصدق ولالكي سنه مسلم كانو صدقه ديسن اوسين بركاس ان لم يعمل حدو سمي صدانا مرقاسو نبي قولي يعينو ذا الحاجة الملهوف قفك دباتي سن الله اتال شيكتي اما قفك كربضوا هيستي مظلومك ايو حوقي سكو عاونا او قرمن او حولي ورنكا والاقا قردرين قردر هذا كدايا او ظلمي قلنا كدايا حدونا سدا سمين با نبي قلقا يدي وعو نبي قولي يا امر بالخير دادكو وانا قفري حدونا سدا سمين شركي سو امدكا هيسن ومالك لفري سن انت ما قفك مهم كصدقة وقف لهم رسول كويل والمسلم قوح على الدونة يا أمدنا ذو احترتو وذ علمي قاقا وحكو ترتو وذ غالها قاقا وحكو ترتو وعقلي قاقا وحكو ترتو وحوق قاقا وحكو ترتو وحاد القاقا وحكو ترتو حتى انت من اللي قاوة ايه شركة اديك الهيك وقو أبو ريد أمد ملك الله فريس وحديث تاي صردق سباب المسلم فسوق وقتاله كفر بنبي قول قفك مسلم كعيد الله عايو فاسق نما يا لغو متايستا ديل كيسن وبا لغو غالا وبا رسول كو ورغا ددك مسلمين تولا لو ولا لو الهي با ولا لا كدغي واينا نفتا ده هو نولان وحا ترى دا انغو هان ولالكي بانو نولاهي وحان هينا ولالكي بانو هيا وعي في عنا انا يغو في عن يحي وعي هون عليك كو خوي يحي وروحا سنول الما نولش اسلام كو ما هي ولا ليال وين ادغرتا مسلم كو ولالكا يا شهادنيا يا وغعن اديكا كامغنتو كامغنيا المؤمن للمؤمن كالبنيان تاسو نبي يقول يشد بعضه بعضا كمريكا قالك او دبيسه جوغا مسلم كدباتيسن قال كان جوغا لربينو كمرغودو ودعي حد عيننا ما انت تي في غفوريو وحلي وحق ديمنيا اي دماده وا مسلم برغاس المسلمينتي قاركود جاد بالرابسنه جاد انتو وينظر وحو اركيا مسلمينتي وبعضه ولا بابيه حتى انه داولا ما هي انه مرغوده حاله دا مسلمينتي وين لا مرغوده دباته دا مسلمين هاي ستنيك ان كم مرغن كم انها ابو رسول بعد اسكو هذا ما دا واخ كو ترين فعل كاغا دعاء واخ كو تر هذا دعاء لا واينا شركاغا امدا كهيس وددك مسلمين تو حاله دونيا اني مسلمين تو اسكو دم قادان اساس كو دوبنادان عامدا يا علماء ان اسكو خدناتو دالنيرد يا اوديد ان اسكو خدنادان وددك مسلمين تو اي نقدان انما المؤمنون اخوه امد بو نبي كو دياري امد نيغل اونجر قيس بن مطاطيه القزرجي مسكين النبي قال مسوق عليه الصلاه والسلام وخزرجي هلكا وحافظ الانصار اوس خزرج مهاجرين حلقات الحدود تلقى بلال يا سلمان يا عمار يا فديان برقا سيدي كوى هديته لمحل وقبحين هي كوى نينكو تلكي بو هلاي معاد بن جبل بانكي هلكا قبط محاتري وان كفتم ان هذا الكلام هو نيري
markaas uu mucaad halka isagu hayo nabiga ninkii u geeyay sallallahu alayhi wasallam markaas rasuulka wajigiisii bedelmay masajidku soo galay manbarku fuulay saxaabadii oo dhanba loo wada yeeray khudbadu nabigu bilaabay khudbad dheer ma hayna khudbad gaaban bay ahayd wuxuu yiri wariyada rabbigiinu waa mid kaliya buu diintiinuna waa mid kaliya carabiyaduna aabbay hooyay nimaa buu ka yidhi faman tacallamaha ninka luqada carabiyada ku hadalkayga bartay waa carabi intaa markuu nabigu yidhi buu khudbaddii ka dhaadhacay mucaad bin jabal weli ninkii halkay buu hayaa kana nebi allow maxaad odhan buu ka yidhi kaa naarta u daaburi naartaa kaaga filan naarta u daabuu ka yidhi maalintii abuubakar la doortay khilaafada loo doortay qabaa'ilkii ridoobay isagoo murtada ninkii lasoo dilay waa kelmadda wuxuu diinta kaga baxay kelmad ummadda casabiyad iyo qabyaalad ku abuureysa ayuu ku dhex tuuray masjidkii rasuulkeenna wuxuu ihi kuwa maxaa looga baahan yahay haddeetool waa bilaal bilaal alxabashi salmaan alfarisi suhayb alruumi radi allahu canhum raggii diinta islaamka asaaska u ahaa ayuu ku leeyahay kuwa maxaa looga baahan yahay ninku tolkii buu helay haddee toole kelmadda uu yidhi baa ilaahay ninka raxmadii kala noqda mar labaad oo diinta ilaahay u ka qaaday isagoo murtadana la soo dilay